طبعا لو جينا المجتمعات عندنا ممكن الست بتواجه مشاكل شويه في ولادها، ان هي تودي ولادها فين وهي في الشغل، حتى لو في حضانات احيانا الحضانات بتبقى بتخلص بدري، مواعيد الشغل بتبقى متاخر شويه، فهي بتواجه مشكله في ده. وطبعا اماكن العمل مش كلها بتطبق ان هو توفر مكان استضافه للاطفال او ابناء الموظفين والموظفات. وبرضو احيانا ممكن السيدات تتعرض لمشاكل تحرش او اعتداءات في عالم العمل بقى، سواء هي بره الشغل او جوه الشغل. في بعض المؤسسات مش بيكون عندها سياسات حمايه موجوده او مفعله، يعني حتى لو هي موجوده ممكن ما بتكونش مفعله، فهي ممكن ما تبقاش عارفه هي تشتكي فين او تروح فين او تتوجه ازاي، واحيانا بتكتفي ان هي بتسكت وما بتتكلمش. وطبعا ده بيؤدي ان هي بتتعرض لعنف بقى، عنف نفسي اكتر من نوع من انواع العنف، ممكن يوصل لعنف اقتصادي، ان هي ممكن تضطر انها تسيب الشغل من كتر العنف اللي هي بتتعرض له او التحرش ده. هيأثر على نفسيتها، هيأثر ممكن كمان على بيتها، على اولادها، هيأثر عليها مش تبقى عارفه تأدي كويس في الشغل، يعني هيأثر عليها في كل جوانب الحياه سواء جوه الشغل او بره. طبعا هيفرق في مش في اسوان بس، اعتقد في كل مكان في مصر. يعني احنا بننادي كل اماكن العمل ان هي يكون عندها سياسات حمايه واضحه ومفعله في كل اماكن الشغل، لان ده يعني هينعكس بقى على السيدات وعلى الرجال، مش على السيدات بس، ان هو بيئه العمل هتبقى بيئه امنه، الست هتقدر تشتغل فيها، هتقدر تبقى منتجه، هتقدر تقوم بادوارها سواء جوه الشغل سواء بره الشغل، لان كله في الاخر بيكمل بعض. محتاجين زي ما قلنا سياسه حماية واضحة، محتاجين سياسات لمناهضة العنف والتحرش في مكان العمل، محتاجين ان هم يكون في مرونة في الشغل، يبقى في ساعات عمل مرنة ليها عشان خاطر تقدر تقوم بدورها جوه الشغل ودورها في البيت مع اولادها، محتاجة مكان امان تسيب فيه ولادها في وقت ما يكون عندها شغل، محتاجة تتقدر ويترعى ان هي عندها ظروف تانية بجانب الشغل طبعا والمهام بتاعتها. اعتقد محتاجين يبقى في توعيه اكتر في اماكن العمل وفي المجتمعات دي باهميه تطبيق الاتفاقيه دي في كل اماكن العمل، ونبقى بنشير اكتر لايه التاثير بتاعها اللي هيبقى على المجتمع وعلى السيدات وعلى الرجال وعلى اماكن العمل. ممكن نبقى بنعمل سياسات عامه بقى بتاكد ده، سياسات عامه بتؤكد على تطبيقه بشكل فعال في كل المؤسسات الفعاله في كل مؤسسه.